تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة تعداد. أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله عليه. فما من سر اتصل قلب منيب إلا من سوادغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. لا حد سر القلوب وقال يا لقلب التوالى، كيف لا وهو قد هدانا اشتياقا بحبيب عمن أنام نوالا، صلى الله عليه. جل من شرف مشرك أسنى الهدى يتلالى، عم جودا ورحمة فنداه، غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. في الحسن على مقام باهر عز في الورى ينالى، قد تدانى في قربه وتباهى وتناهى في مجده وتعالى، صلى الله. فيما اجتلته فله قد تمارى عينا مثالا، بل أراناه مبلغ العلم فيه بشرا كاملا يزيل الضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم قد رأته سيد الخلق خيرهم إجمالا، خاتم الرسل ربه قد هباه رفعة في شؤونه وكمالا، صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقها نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم، بشارة لقد جاءت.
عزيز.